اليوم بدي أحكيكم عن الزراعة. مش أي زراعة يا سعيد. اليوم بدي أحكي عن زراعة الأسنان. طبعاً زراعة الأسنان بطلت شي بخوف مثل زمان. نسبة زراعة الأسنان زادت لأكثر من 80% في السنوات العشر الماضية، وهالشي بسبب ارتفاع نسبة نجاحها اللي صارت بين 97% و100%. لا بل صارت الزراعة أسهل، و70% من الحالات صار ممكن زراعتها بشكل فوري، يعني بيتم تركيبها بنفس الجلسة. إيه يا سعيد، يعني ما عاد في داعي نزور طبيب الأسنان 5 مرات لنعمل زراعة، بس كمان لازم نحكي عن العوامل اللي بتخلي الزراعات تفشل. ومثل العادة أكبر عدو لزراعة الأسنان هو التدخين، و70% من المدخنين اللي بيدخنوا أكثر من 10 سجائر باليوم تفشل الزراعات عندهم. وللأسف أكثر من 85% من مرضى السكر اللي ما بيسيطروا على مستوى السكر عندهم عرضة لنفس المشكلة. وأكيد الزراعة ممكن تفشل بسبب الإهمال إذا ما اهتميت بأسنانك يا سعيد. إذا بدكم تعملوا زرعات اتأكدوا أن الطبيب مختص بهالمجال. والحمد لله العلاج صار سهل ومتوفر، وعساكم دوم بصحة وسعادة.